أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عليكم بالعافية. اليوم طبعا دائما متعودين احنا نقدم لكم أشهى الوصفات الصحية. اليوم إجا دور الحلويات، رح نقدم لكم اللي هي التشيز كيك بالفراولة أو التوت. معانا الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. أهلا وسهلا شيف. أهلا بك دكتورة، كيف حالك اليوم؟ أرحب بك. تمام، رمضان ماشي تمام. طيب شو مكونات التشيز كيك؟ تشيز كيك بسيطة خالص، مكوناتها معنا بسكويت شاي. بسكويت شاي عادي من غير أي نكهات. أيوة. معنا حليب مكثف، معنا جبنة مسكربوني أو ممكن مثلا لو ما فيش مسكربوني ممكن نحط فيلادلفيا تشيز، حاجة تكون أي نوع جبنة تكون كريمي. معنا حامض ليمون، معنا ستروبري فراولة أو روزبري أو توتبري، مش مشكلة التوبينج أي شيء ده بكون اختياري، ومعنا زبدة ومعنا ورق جيلاتين. طيب إذا نعيد للمشاهدين، عنا تقريبا 100 جرام من بسكويت الشاي، وفي عنا بنحط ملعقة طعام زبدة مش أكتر، وفي الجبنة اللي هي المسكربوني أو الكريم تشيز الفيلادلفيا أو أي نوع يفضل تكون لايت يعني قليلة الدسم، وتقريبا معلقتين طعام كريمة والجيلاتين والليمون والفراولة للتزيين أو التوت. هنبلش الأول، هنحط بس شوية ماء صغيرين على البسكويت. بنحط مي على البسكويت شوية صغيرين، مش كتير، ما كتير زبدة، مش كتير، بنحطهم مع بعض يعني معلقة صغيرة بالضبط. يعني هي الكمية لشخص واحد مش هيك؟ هنعمل واحد بس تشيز كيك مش شخص أكثر. واحد يعني كمية صغيرة نفرجيك. وبصابعنا كده بترتيب صابعنا بنعمل اللي هو البسكويت عند ما يبقى. نمزج الزبدة مع البسكويت مع شوية مية صغيرة، مع شوية مية ليكون شو نصير زي البيست، زي المرهم، زي البيست بالضبط. هذا هو موضوع سهل خالص وبسيط، مش فيش تعقيد. لا مو صعب. بنضيف كمان شوية مية، بس لاحظنا انه محتاج مية كمان نحط عشان يتماسك الخليط. في كمان انواع بالبسكويت بالسوق اللي هي بتكون خالية من السكر لمرضى السكري، ممكن نستعملها اذا حابين نقلل كمية السكر في الوصفة. هلا هاي المكونات القيمة الغذائية تبعتها هي 165 سعر حراري و45 جرام كربوهيدرات او نشويات، 5 جرام دهون و5 جرام بروتين. بنحاول قد ما نقدر خصوصا بشهر رمضان، بدنا نحاول نقلل الحلويات قد ما نقدر، ناكل المصادر الطبيعية يعني زي الفواكه. وإذا استعملنا هيك وصفات ممكن نعمل موديفيكيشن، يعني ممكن مثلا بدل البسكوت هذا ممكن نجيب البسكوت خالي السكر اللي هو لمرضى السكري، الجبنة تكون لايت، نقلل كمية السكر قد ما نقدر. هلا شف انت سويت القاعدة تبعت التشيز كيك اللي هي البسكويت مع الزبدة والمي بالضبط. بنفردها بترتيب صابعنا كده، بنحاول انها تكون مستوى واحد. نفردها في البايركس، في البايركس او اي قالب انت يعني بدكم اياه. بصابع كده بحاول ان انا اظبط الطرف بتاعت الطبق، وبحاول ان تكون الطبقة ماي معنا صغير، هتساعدني اكتر. خلاص بفرد كل البسكويت في كل مكان في البايركس، يعني تكون كلها متوازية. تكون متوازية. أنا كمان ما زودتش الزبدة في الريسيبي ده علشان يكون الأكل كمان السعرات الحرارية بتاعته ما تبقاش عالية. كويس. يعني والشيز كيك تغيير عن الحلويات الرمضانية اللي هي القطايف والكنافة بالظبط. يعني
وسريعة والمكونات موجودة في كل بيت يعني وفي كل صح. مكان. دلوقتي هنبلش نعمل الجبنة. الفراولة أو التوت هي من الفواكه اللي بتكون منخفضة السكر، اللي هي اللو جلايسيميك اندكس، فيها مضادات للأكسدة، فيها فيتامينات كويسة. كوب واحد من الفراولة أو التوت بيعطينا تقريبا 60 إلى 80 سعرة حرارية، مناسب كمان لمرضى السكري. يعني كل أنواع الفراولة والتوت، البلو بيري، رازبري، كلها مفيدة. خلينا طبعا يسخن، احط الجبنة بتاعتي، حط الجبنة على النار، بحط الكريم، اللبن المكثف، اللبن المكثف اللي هو الحليب المكثف، حليب المكثف بيكون محلى، ها؟ محلى فيه محلى سكر، فيه محلى فيه، هو فيه سكر فري. فانت فيك تروح لأي خيار انت عاوزه. وبحط نص العجلتين عشان هو مع السخونية الجيلاتين هيفك معايا. اها صحي الجيلاتين، بدي عصرة ليمون، عصرة حامض. هي التشيز كيك لها عدة طرق، يعني في اللي بتكون مخبوزة بالفرن، بتكون مع بيض، دي كمان هتخبز في الفرن. بس احنا استغنينا في الخلطة دي عن البيض، احنا مش حاطين بيض في الخلطة دي. ايوه، هاي طريقة حلوة. اصبح المعجون بتاعي جاهز. بطفي النار، باخد انا بالمعلقة دي كده، بوزع الصوص بتاعي على كل وزعنا. هلا خلصت الجبنه، نحطها على البسكويت. عملنا المكونات، في زي ما حضرتك كرمت وقلت ان في التشيز كيك عدة طرق للتشيز كيك، في اللي هو بيخش الفرن مع البيض، وفي اللي هو اللي احنا عاملينه دوت دي ما بيخشش الفرن ولا حاجه، دوت يعتبر طريقه اسهل، طريقه اسهل واسرع، وكمان يعني قللنا كمان من اللي هو من استخدام السعرات الحراريه في ال لانه الطبق البيض بتاعنا كمان كتير بيصير بالظبط. فهو أكثر. دلوقتي اصبح الطبق بتاعنا جاهز، يعتبر الطبق بتاعنا جاهز عشان نعمل صلصه التوت او صلصه الروزبري الاستروبري، اللي هي اللي احنا عاملين فوكس عليها، ان يكون فيها السكر اللي احنا عايزين ناخده. هناخده من فواكه الطازه، من روزبري او من الاستروبري. فدي هنحطها دلوقتي في البراد لمده 3 ساعات لان دي متتماسك، وهنوريكم هنقدمها ازاي. حطينا التشيز كيك في البراد، ايوه، لمده 3 ساعات. ودلوقتي هنعمل التوبنج بتاع التشيز كيك، او الوسيله اللي هناخد منها السكر، لان الوصفه بتاعتنا كانت خاليه من السكر، سواء البسكويت كمان يعتبر ما فيش سكر كتير. هنضيف سكر على حسب الطلب، يعني تقريبا نص كوب الى كوب توت او فراوله فريش، ونقسمها ونحط معها معلقه سكر على النار، وبنسيب ممكن نعمل كمان ميكس فروت على حسب. انا بحب، انا نفسي بحب الفراوله، غيري بيحب مثلا الروزبيري، غيري بيحب البليك بيري، على حسب يعني انت بتحب ايه. شايف الريحة؟ الريحة
ما نبخلش الوقت كتير عشان نفضل بقى. انا بحب اللي هو يكون الفواكه مش مطبوخه كتير عشان استفاد منها وعشان احس بيها بالطعم، الطعم اللي هو طعم الفواكه الطبيعي، بتصير زي الكراميل يعني. هو بالزبط. موجود السكر على النار بالظبط. يعني وبهاي الطريقة انتوا اخذتوا حلويات قليلة الدسم ومعها فواكه كمان. يعني مرات لانه ننسى بناكل حلويات برمضان اللي هي القطايف والكنافة وهالاشياء وننسى الفواكه، فهاي على القليل انه موجود عليها الفواكه الفراولة. خلاص طبعاً يعتبر جاهز، نطفي النار. هل الكيكة بعد 3 ساعات في البراد طلعت معانا بالشكل ده، وهاي الفواكه اللي احنا طبخناها. نستعمل بالفواكه الطازة دايماً. ممكن شف الفاكهة هاي نهرسها يعني تكون ممكن. مهروسة مع السكر بتصير زي ممكن، كل ده كمان ممكن. الأكل أذواق، وبهيك وصفتنا بتكون جاهزة، صارت جاهزة للأكل. فشفتوا كيف طريقة تحضير التشيز كيك بالفراولة. ممكن تستعملوا أي نوع تاني، بلو بيري، رازبري، توت. استنونا بحلقات جديدة من برنامجكم. عليكم بالعافية.